بسم الله، اهلا بيكم يا شباب. في الفيديو ده هكلمكم عن السيرج اريستور او منعت الجهود العابرة. منعت الجهود العابرة زي ما انتم شايفين في الشكل ده، ده نمط او شكل السيرج اريستور اللي انت هتلاقيه موجود في العلبة الخاصة ب تمام الطاقة الشمسية. هتلاقي هنا ده اهو السيرج اريستور. دايما معظم الانظمة اللي احنا بنركبها لازم تحتوي على السيرج اريستور او مانعت الجهود العابرة، منعت الجهود العابرة. طيب يعني ايه يا باشمهندس تمام سيرج الريستور او مانعات الجهود العابرة؟ طبعا مانعات الجهود العابرة دي عبارة عن اجهزة يا شباب انا بستخدمها عشان اوصل اي جسم بيمر فيه تيار كهربي او اي جزء من جهاز تمام كهربي، في جزء موصل للكهرباء تمام، بوصله بالارضي عشان لو حصل اي زيادة او حصل سيرج، حصل سبايك لحظي في الجهد، زيادة في الجهد، يبدأ السيرج الريستور يشتغل. زي ما بنقول هو ببساطة بيتوصل بين احد اطرافه على الفردة الحية تمام، السلك الحي او الفردة الحية، والطرف الاخر بيتوصل على الارضي، بيشتغل على التوازي، بيبقى هو في حالة التوازي لا يعمل. في الحالات المستقرة للشبكة لا تعمل مانعات من الجهود العابرة تاني، يبقى هو مش هيشتغل في الحالات المستقرة للشبكة. ولكن لو حصل جهد قيمته اعلى من المستوى المحدد يبدأ يوصل ويفرغ الشحنة دي في الارضي تاني، يبقى السيرج الريستور بيتوصل على التوازي بين فردة حية تمام وبين الارضي. في الحالة الطبيعية كأنه اوبن سيركت تمام، في الحالات المستقرة للشبكة لا تعمل السيرج الريستورز تمام. طيب امتى هتعمل السيرج الريستور؟ لما بيوصل الجهد بتاعي القيمة اعلى من مستوى انا محدده اللي هو النورمال بتاع الشبكة. يبقى انا بقول والله الجهد الفلاني ده لو كان القيمة بتاعته كذا، اول ما يوصل الجهد للقيمة الفلانية دي قيمة عالية تمام انا بحددها، يروح يبدأ السيرج الريستور يشتغل. وانا بستخدم مانعات الجهود العابرة في الانظمة الفوتوفولتية وفي الاجهزة الالكترونية كمان بصفة عامة عشان احميها تمام من رقم واحد زيادة الجهد اللي احنا بنسميه الاوفر فولتج. لو حصل زيادة في الجهد فجأة، زيادة في الجهد بين موصل وبين الارضي تمام، دي بتبقى ظروف عابرة بتتعرض ليها الشبكة ترانزيانت، يبقى هيحصل هنا اوفر فولتج. يبقى انا بستخدم سيرج الريستور عشان احمي من زيادة الجهد الاوفر فولتج. رقم اتنين، احمي من الكباستيف كابلينج. لو في دايرتين يا شباب في بينهم حصل بينهم مكثف تمام، هتبدأ تتبادل الطاقة، وبالتالي احمي من الكباستيف كابلينج باستخدام سيرج الريستور. او ان انا بحمي تمام من الاندكتيف كابلنج اللي هو الربط الحسي. لو حصل بين دايرتين محاسة او تبادل حسي تمام بينهم محول، هيروح يبدأ يوصل لي كهرباء. يبقى لو حد سألك يبقى انا هنا بستخدم السيرج الريستور اللي هي مانعات الجهود العابرة للحماية الخاصة بالانظمة الفوتوفولتية والاجهزة الالكترونية المتصلة بها من جهة الاحمال والشبكة، بحميها ضد ثلاث حاجات: الاوفر فولتج، الكاباستيف كابلنج، الاندكتيف كابلنج. مهم جدا تبقى عارف الكلام ده، تبقى عارف شكل السيرج الريستور وشكله لما هنبقى مركبينه. طبعا السيرج الريستور بيركب على الداخل بتاع الدايرة عشان يستخدمه في الحماية تمام ضد اللايتنينج في حالة تعرض النظام بتاع الشمسي لمخاطر الصواعق اللي هي اللايتنينج. هركب مانعات صواعق قبل وبعد الانفرتر. يبقى في حاجات بتقول لي والله ركب قبل الانفرتر، في حاجات بتقول لي ركب بعد الانفرتر كمان، طبقا للمواصفة الألمانية اللي هي دي اي ان في دي اي 0675. طبعا في نوعين من المانعات، في نوع بيسموه كلاس 1 وكلاس 2. كلاس 1 يمكن ان تفرغ المانعات تيار الصواعق مباشرة، يبقى انا لو في صعقة يبقى التيار ده هفرغه مباشرة. كلاس 2 ان انا بستخدم على الجنبين بتوع الانفرتر، من ناحية الدي سي هركب سيرج الريستور، من ناحية الاي سي هركب سيرج الريستور. موضوع مهم جدا. كمان بتلاقي عندك السيرج الريستورز ليها قيم ستاندرد في الفولت بتاعها من ناحية الدي سي والفولت من ناحية الاي سي. يبقى مثلا هنا من ناحية الدي سي عندي
حاجه مثلا 100 فولت دي سي، 200 350 410 585 600، دي قيم ستاندرد تمام، هتلاقيها موجوده عندك على السيرج الريستور. يبقى في حاله حدوث لايتنينج سترايك او صعقه كهربيه انا بستخدم السيرج الريستور في حمايه المحطه بتاعت الطاقه الشمسيه من اي جهود عابره زياده، سواء كانت من لايتنينج او نتيجه زياده تمام الفولت، نتيجه الاوفر فولتج او نتيجه الكاباسيتيف كابلنج او نتيجه الاندكتيف كابلنج. يبقى ببساطه النهارده او في الفيديو ده اتكلمنا عن السيرج الريستور او منع الجهود العابره. زي ما قلنا هو عباره عن جهاز هيركب بين اي طرف كهرباء عليه فولت والارضي، بيبقى ملوش تاثير والدايره شغاله في النورمال. اول ما بيحصل زياده في الجهد بيبدا يوصل وياخد الجهد ده يوصله للارضي، وبالتالي انا بحمي الدايره الكهربائيه او بحمي المنظومه بتاعتي الكهروشمسيه تمام من اي اخطار نتيجه اللايتنينج او الصواعق. واشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.